بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن استنكار دولة الكويت الشديد لاستهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمقذوف، والذي أسفر عن إصابة عدد من المسافرين من مختلف الجنسيات وإلحاق أضرار بصالة المطار، معربا سموه رعاه الله عن إدانة دولة الكويت لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية. مؤكدا سموه حفظه الله وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها، ومجددا موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح حفظه الله ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لاستهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمقذوف، والذي أسفر عن إصابة عدد من المسافرين من مختلف الجنسيات وإلحاق أضرار بصالة المطار. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.